get ready with me وانا رايحه اجيب الطلبات قبل رمضان. انتوا سمعتوا صح على فكره. بصوا يا جماعه انا كائن نسائي جدا، فعشان انا كائن بينسى جدا هكتب كل الطلبات بتاعتي في تو دو ليست رمضان عشان احضر كل حاجه انا محتاجاها قبل دخول رمضان، وحتى في اثناء رمضان عشان ابقى منظمه كل حاجه ومفيش حاجه تهرب ولا تفلت مني ولا انساها. تعالوا اقول لكم هعمل ايه. اول حاجه هختار شكل من الثلاث اشكال اللي بتيجي من التو دو ليست. المره دي هختار شكل مختلف وهجيب الاستيكر بتاع الادعيه عشان اختار الدعاء بتاع النهارده والزقه في مكانه المخصص. والدعاء بتاع النهارده: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعدين والنهارده هستخدم قلم جل انا بحبه جدا 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 يا جماعه، في منه الوان كتير جدا جدا بس النهارده هختار الاخضر. وبعد ما خلصت وكتبت كل الحاجات اللي انا محتاجاها قلت بس ايه هتاكد كده واقلب الورقه، لقيت ان مفيش اي حاجه ومش بيشف من ظهر الورق، وان الورق بيرفكت عشان 80 جرام فمش هيطبع في الظهر. حطيت التو دو ليست في الشنطه بتاعتي وخدت معايا هايلايتر كمان عشان لما اخلص الحاجه اللي انا جبتها اعلم عليها. ويلا بينا على السوبر ماركت. وبعدين وصلت وهات يا ابني التو دو ليست ديت ويلا بينا. كل اللي الاقيه قدامي اقوم جايباه، اللي الاقيه قدامي يعني في التو دو ليست اقوم جايباه. وكالعاده اتلخبطت والاقي نفسي بعلم على حاجه انا ما جبتهاش، يعني انا ما جبتهاش اقوم معلم عليها مش عارفه في ايه، بس عادي 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 الدنيا بتمشي. وخلصت وكله تمام. قولوا لي بقى انتوا بتسجلوا طلبات البيت زي حالاتي ولا لا؟